حديث عن تغيير المدربين ورحيل المدربين آخر الراحلين اليوم هو الكابتن أحمد كشري عن تدريب فريق إنبي. معايا على الهاتف الآن الكابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي. يا كابتن محمد مشرف ومنور. ربنا يبارك فيك يا كريم، تسلم يا حبيبي، كل سنة طيب. وحضرتك طيب وبخير دايما. النهارده رحيل الكابتن أحمد كشري عن تدريب الفريق بعد الخسارة من الإسماعيلي، ولا أنتوا كنتوا واخدين القرار دوت من بدري؟ لا والله طبعا مش واخدين من بدري، أنا بس حابب أوجه شكر يعني في الحقيقه امانه لازم اوجه شكر للكابتن احمد كشري. الراجل اجتهد وعمل فرقه كويسه في الحقيقه جدا جدا، واداء جميل وكره كويسه ويعني عمل كل اللي عليه وزياده. وبس هو كابتن كريم انت عارف الكره نتائج، وهي في الحقيقه كانت معنده شويه مع الكابتن احمد في الحقيقه خالص، يعني ماتش المقاولين اللي فات والماتش ده يعني الموضوع كان صعب شويه، بس انا حابب اوجه له تحيه واحترام لانه من المدربين المجتهدين المميزين في الحياه، وان شاء الله ربنا هيكرمه في الفتره اللي جايه لان متاكد. بس انت عارف ساعات التوفيق ما بيحالفش كل اللي شغالين، يعني مش لازم التوفيق يحالفك على طول، ممكن تبقى عامل كل حاجه بس يعني طيب. كابتن محمد انا كنت بقول الكلام ده قبل ما حضرتك تخش معايا على الهاتف، وبقول انه انبي في مرحله تغيير جلد نسبيا، يعني عناصر اساسيه مشيت من الفريق، اعمده اساسيه محمود جاد، مصطفى شلبي، ابوكا، دي ابرز الاسماء اللي مشيت من الفريق. فبطبيعه الحال اي مدير فني هيجي يشتغل هو بيشتغل على فكره تكوين عناصر مهمه جديده، فاكيد محتاج بعض الوقت او كثير من الوقت كمان. هل ده ما كانش في الحسبان؟ والله هو طول الوقت في الحسبان، واحنا لما جينا تعاقدنا مع كابتن احمد كشري كان ده الهدف و انت في الاخر انت احنا ده الاسبوع الثامن يا كريم، والنتائج يعني فعلا الموضوع بقى صعب، احنا داخلين في المنعطف، يعني مش عايزين نخش زي ان احنا نفضل لاخر رمق بنجاهد ان احنا. فساعات التغيير مش عشان المدرب وحش، ساعات التغيير في حد ذاته بيدي دوافع للعيبه، بيدي حاجات. القصه مش ان انت يعني مستعجلين او السكواد، احنا يعني اللعيبه اللي عندنا لعيبه كويسه ومحترمه وممكن اي مدرب يشتغل معاها، وده اللي كان حاصل مع كابتن احمد كشري. بس ساعات انت بتبقى غصب عنك ان انت التغيير عايز تلحق نفسك بدري شويه، لان في توقيتات حتى لو انت غيرت ما تلحقش نفسك. فاحنا ما كناش واخدين طيب. هقول لك حاجه يا كابتن محمد كمان، وانا بتفرج دلوقتي وحضرتك بتتكلم على ملخص المباراه، ملخص مباراه اسماعيلي وانبي، انا شايف انبي وصل للجول كتير النهارده، وكان عنده سوء توفيق جداً. كان عنده سوء توفيق كبير جدا. انا بصراحه لما اجي اقيم مدرب، ما انا كمدرب انا عملت كل اللي عليا، انا وصلت اللاعبين للمرمى وما كانش عندهم توفيق. انا مش مره بقى، مش مره كمان، ده 5 6 7 مرات في المباراه. انا اعمل ايه يعني؟ انا كمدرب، انا على فكره مش بتكلم بس على الكابتن احمد كوشه، ولا بكلم حضرتك بس بصفتك انا بكلمها بشكل عام، انه انا كاداره وكمدير فني اتقيم ازاي؟ تمام. بص يا كابتن، وده كانت يعني عشان كده انا اتعمدت اوجه رساله شكر للكابتن احمد ان هو فعلا ادى اللي عليه ومادي اللي عليه لغايه اخر ثانيه، لغايه الماتش النهارده زي ما حضرتك بتتكلم. بس هي في النهايه ارجع تاني اقول لك، انت كمدرب انت عملت اللي عليك و بس في النهايه النادي بيبقى برضه الموضوع نتائج يا كابتن كريم. يعني انت لو احنا النهارده فضلنا نادي كويس زي ما احنا بنادي وبنخسر، هتعمل ايه في اخر السنه؟ هتقول ايه؟ ما هو اللي هيجي بعد الكابتن احمد كشري ممكن برضه يؤدي كويس والحظ ما يبقاش معاه، يبقى هنعمل ايه؟ اتفضل. ما انا هقول لا، ما انت لو حضرتك بتتكلم كده يبقى الكوره هتتلغي اساسا، هي الكوره كده. يعني عايز اقول لحضرتك ان انت ممكن ماتش تلاقي انت ما لعبتش وبتكسب في النتائج كده، انما في النهايه انت كل حد في المنظومه مجلس اداره بيبقى ليه اهدافه وليه تارجته، المدرب او الجهاز الفني بيبقى ليه، يعني كل حد بيبص من منظوره. انت ممكن بتجتهد وبتعمل عليك، في النهايه التوفيق بتاع ربنا. في النهايه عايز اقول لك ان انت ما تقدرش تقول ان انت بتمشي المدرب عشان وحش. كام مدرب يعني انت ممكن قبل كده كان عندنا مثلا يعني الكابتن طارق العاشر، كان عندنا الكابتن حلمي طارق، انت ممكن تلف الايام ويكون ماشي هو انت ماشي ويجي لك ده يعني صح. هو التغيير مش عشان انت بتقول الراجل ما قداش اللي عليه، بس في كوره ومش في مصر بقى، في الحقيقه ده في العالم كله كده، يعني الكوره في العالم كلها كده، يعني طبعا مع اختلاف ان احنا الناس هناك بيبقى عندها خطط حكوميه أيوة. بتاعته الله ينور عليك يا كابتن، انا كنت لسه هقول لك هو في العالم ما بيحصلش كده. بس انت عندك حق، انت عندك حق. طيب يعني طيب كابتن محمد، اللي جاي كابتن عبد الحبيب بسيوني ولا كابتن طارق مصطفى؟ بص هو طبعا مش عايز اقول لك ولا ده، بس كل الاسامي يا كابتن متاحه لغايه دلوقتي، احنا ما اتفقناش او ما رسمناش على حد
بعينه، بس كل الاسامي الناس اللي هي ممكن ما تكونش شغاله في الوقت الحالي، كابتن طارق مصطفى على فكره هو شغال في المغرب يعني، بس من ضمن الاسامي المرشحه، بس كل الاسامي اللي هي مش بتشتغل حاليا مطروحه، اسمها مطروح، زائد كمان ممكن في اسامي ناس شغاله اسمها مطروح بس لسه النساء. بس ده احنا خلال يومين ثلاثه الموضوع ده هيتعرف ان شاء الله، انما ما فيش اسم معين يا كابتن كريم عشان ما اكذبش والله انا بقول لك. بس ما فيش مدرب اجنبي ها؟ لا بنسبه كبيره لا. مدرب اجنبي لا. كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات بعد اقاله الكابتن احمد جوشري من تدريب الفريق.